استاذ قوران، هسه هاي المبادره انتم جزء منها، طرف اكيد طرف اساسي بيها، شنو الضامن اللي تقدمون للسيد الصدر حتى يوافق ويستقبل الوفد اللي مثل ما ذكر شيخ ابراهيم راح يروح هذا الوفد يتفق مع كتله الاطار والكتله السنيه، او هي مبادره السيد الخنجر برعايه السيد مسعود برزان وذبيل الحنانه؟ السيد الصدر يقول لكم اريد ضامن، انا ما اقدر اسحب جمهوري يوميا طلعه اقول له تعال الظاهر وياي واحتج، ووراها تجون انتم تقولوا لي راح نسوي الدنيا قمره وربيع مثل ما انسحبت قبل الانتخابات ورجعتوني. نعم، كما تعرف اليوم اعلن في كردستان ان السيد نسيفان برزاني سيزور بغداد ثم النجف وسيلتقي القوى السياسيه في بغداد، واعتقد السيد الصدر في النجف. باعتقادي الضامن ان القوى السياسيه الكرديه وحتى السنيه هي اساسا قريبه، بعضها قريبه من الاطار وبعضها قريبه من التيار الصدري السوري الديمقراطي الكردستاني، والذي سيكون رئيس الوفد السيد نيشيفان برزاني من يزور بغداد والحنانه في تحالف مع التيار الصدري، وكان السيد الصدر رئيس هذا التحالف باعتقادي الديمقراطي الكردستاني وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني داخل البيت الكردي، اتفقوا ان يوجدوا حلول وان يعملوا كوسطاء حتى لحل مشاكل داخل البيت الشيعي المتأزم والكبير اساسا حاليا. باعتقادي النقاط ستكون مهمه، واعتقد في حال اذا وافق السيد الصدر عليها ستكون هناك حلول داخل البيت الشيعي وكذلك داخل العمليه السياسيه برمتها. ولكن انا اريد ان اذكر هناك مشاكل خلافية، الأخوة تحدثوا عن مواد دستورية، هناك مواد صحيحة في الدستور، ولكن حتى القوى السياسية بعد العام 2005 كل القوى السياسية تعاملت مع المواد الدستورية بحسب مقياسها، هناك مواد دستورية صحيحة عليها خلافات، ولكن هناك مواد دستورية كانت جيدة جدا لم يعمل بها، وهذا ما ادى الى ان تبقى المشاكل العالقه داخل البلاد كما هو عليه، هناك مشاكل عالقه كما تعرفون داخل البلاد بين القوى السياسيه الكرديه والقوى السياسيه في بغداد، هناك مشاكل اخرى حتى بين القوى السياسيه ككل في البلاد. طيب لم يتم حلها الى الان.